قال المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن العمل جار بمشروع مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد بالصخير والذي يتم تنفيذه لصالح هيئة البحرين للسياحة والمعارض، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 14% في المنطقة الواقعة غرب حلبة البحرين الدولية.